السميد والتوانسة ما عادش لاقين أبرز أبسط الأشياء اللي يعيشوا بها. وفي المقاربة الأخرى زاد يقول لك إيه معنى هنا اليوم كي نتشد بكاميونة كوكايين نعطي جعالة نبدلها فارينة بلوتو فارينة نبدلها كوكايين ناخو أقل عقوبة، معناها تنجم تعدى بعشرين سنة والأخرى نجم تعدى بثلاثين سنة. ما نعرفش الإشكال في هذا. أريد تمشي على عنا على القزاز خاطر تولي كأنك تخاف باش يولي يقولوا لك دافع على المحتكرين، ورحنا نحاولوا نفهموا نفهموا أين وأين. الله أعلم، نحن قاعدين نناقشوا في قانون يمكن زياد ونعرف ياخذ رفيق قرأت عليه مرة في رستوران على البحر أما ما تمتش الكوميسيون سونيا المفيد فما حاجة اسمها تلائم الجريمة أو الفعل الإجرامي مع العقوبة، فما منطق راهو في العقوبات وفما سلم متاع عقوبات. فقط فيما يتعلق بالحكم بالسجن المؤبد نحب فقط نذكر اللي أسبوعين ولا ثلاثة التالي اللي تورطوا في حدث باردو تحكم عليهم مؤبد. شفت معناها باش نطبقوا على المحتكر اللي باش نلقاو عنده مثلا 50 شكارة مش طرناطة 50 شكارة سميد ولا فارينة، باش نطبقوا عليه نفس عقوبة اللي قتل، نفس عقوبة اللي شارك في عمل إرهابي. شوف أنت قديش من واحد مات في متحف باردو، يعني فما منطق راهو فما منطق. أنا اليوم نخمم في القاضي اللي عنده المرسوم هذايا ويجي يقف قدامه واحد توقف وتوقف من أجل جريمة يطبق فيها 20 و30 وسنة سجن ومؤبد، شنو باش يعمل القاضي؟ شنو باش يعمل؟ خاصة كيف ما حكينا البارح أنه الأعوان المراقبين بو على أخوه تويكا باش نبداو عاد في إطار الحملة برا أنت حتى لين تعرف أنا وين خامم زيدا سونيا سامحني قاسي تعلي الشوفر مثلا قال لك اللي يساهم كيما الراس الكبيرة كيما داخل في الوفاق أي معناه مثلا شوفور ما نعرفش ترى يقول في نامبورت كوا نجم يكون في بالو ما في بالوش بون تيوريك مو هز كاميونه نتاع سلعه يلزم يكون فاتورات، ولكن زاد انك باش تغلطوا انك باش تقولوا وصل وما فماش فاتورات وتنخلطهم انك باش صحيت مش تدخل شي فاتوره ما عارفوا في فاتورات يقولوا ما شد الكيس الا بالفاتورات، معناه نخاف فما ناس باش تمشي في الساقين وذي مش حكايه نتاع ست اشهر. كون متاكد ناس باش تمشي في الساقين كون متاكد فما ناس، ومن بعد الناس اللي حتى لين يثبتوا براءتهم برا عليك حتى نجيك وحجزنا انت تعرف المحجوز قديش تقعد باش تسترجع حاجه محجوزة. يعني انت باش توقف الدوره الاقتصاديه فما ناس عندهم كماندات وفما ناس بيعين لكليوناتهم وفما ناس راهم يلزم هذيا الكل باش يتعطل وفما ناس مع يقول لك يا خويا القلم هذايا مش مبطل منه انا هاني باش نبطل منه. دونك انت بمقاومه الاحتكار من المفروض انك توفر فما ناس النشاط هذا باش يخرجوا منه جمله واحده قلك ما عادش الريسك ياسر كبير اتو نمشي ننشط كما قلت انت في المخدرات يمكن تجيني اخر. رانا نحكيو في الصوره كما هي معناها نتصوروا في الحالات معناها نتصوروا في الشيء اللي نجم يصير في الغلطه اللي تنجم تصير كما المراه الزواري اللي لقات روحها محكومه ب 900 دينار شوفور اللي عملت له يد وحكايه فين يلقى روحه في وفاق يتحكم ب 30 سنه القانون ما يرحمش تطبيقه يعني تطبيقه وخاصة رئيس معلن حالة طوارئ في علاقة بمكافحة الفينومين هذية نحكيه في الأمر من جهة أخرى نقول الرئيس نحبوه يردع شنو يعمل كانت فما ليه أمان رانا نحن فصلبنا تطبيق القانون بعد الفصل نخرج